جبت قفتك ماما باش ناخذ باش نعملو بسيطه. وي ثم الحمص هذا يا الخشي دي زرعت الكتاي ما تنجم تشي اللانتي. العدس خديته، تحب العدس هذاك خديته انا باش نشوف القمح اللي قلت لي عليه هذي. شنو هذاك؟ هذاك قمح. عسلامتكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم على كيتشن امال تونيزيان. نهاركم اسعد الايام الناس الكل، شنحوي لكم ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي وبصحه جيده. نتلقاو اليوم في معناها وصفه جديده، وصفه اليوم محبوبه برشا وهذا هو وقتها، هي البسيسه. انا اليوم الحقيقه باش نفاجئ ما لاني اول مره باش نعملها، وان شاء الله زيدا انتوما سيرتو لي باش يجربوها اول مره البسيسه. الفيديو هذايا باش يكون ليكم انتوما زيدا. تخيلتها باش تكون صعيبه برشا وكل، ولكن من الاول ديما نقولوا بسيسه خاطر امي تعملها وكل، اكيد معناها مش باش تكون كيف كيف، ولكن احنا زيدا نجمو نعملوا كميه صغيره. دونك فوالا هذه هي الغوسيت نتاعنا لليوم، هذوما هما المكونات. انا باش نعملها بطريقه ماما، ولو انه فما حاجات ناقصه معناها ديما هي معناها ما لقيتهمش وقلت بون مش نعملها انا اليوم بطريقتي انا باللي شفته كيفاش كانت امي تعملوا والكل، ومازالت تعملها هي توا خاطر مريضه شويه، دونك باش تعمل بسيسه وحدها. قلت لها كل واحد يعمل وحده على خاطر معناها الناس الكل مرضى والكل، وقلت لها يا كل واحد يعمل وحده بسيسته ومن بعد نذوقكم الكل. دونك المكونات نتاع البسيسه نتاعي لليوم، دونك فوالا انا خذيت الحمص، خذيت الحمص هذايا حاضر، جست انا باش نعاود نقليها شويه اكاهو خاطر الاخر كيما امي ديما راها والكل طويل وفيه برشا خدمه والكل. دونك انا قلت ناخذ هذايا الجاهز ونعاود معناها فوالا نقليه شويه، بطبيعه الحال نقيته كان فما في حاجه والكل، ومعناها فوالا ونظفته والكل. دونك هذه زريعه الكتان كيف كيف، دونك نظفتها وكل شيء معناها هكا كيما تشوفوا، ولقيتها كان فما حاجه. الكونتيتي هذه معناها صغيره، عندي هوني حبه الحلاوه، عندي هوني البسباس، عندي جلجلان، عندي هوني الكرويه مسومه ومنظفه وكل، كلهم معناها هذوما كلهم مغسولين ومنظفين وكل. عندي هوني نعناع رند، عندي هوني قشور نتاع الرومان لامي ربي يفضلها ديما تحطهم، وعندي هوني العدس. بطبيعه الحال خديت بالنسبه للقمح خذوا ديما من النوع الجيد، ولا معناها انا هذيك علاش طلبتهم باش ناخذ من النوع الجيد كما شفتوا معناها الجوله اللي انا عملتها مع بنتي. دونك فوالا ديما نحاولوا نوع باهي باش تجينا بسيستنا باهيه. هذوما هما المكونات نتاعي، الحقيقه ما تكلفت ليش برشا، يظهر لي حكايه 20 اقل شويه، معناها مش برشا خاطر خديت شويه شويه شويه. بالنسبه للقمح يظهر لي خديت كيلا قمح وشطرها معناها مش برشا. العدس خديت يظهر لي نص رطل، الباقي الكرويه يظهر لي خديت حكايه بلفين حاجه ولا اكثر شويه، الحمص خديت نص رطل حاجه هكا. بالنسبه لحبه الحلاوه والبسباس خديت قدر دينار 15 معناها الحقيقه ما كثرتش. فوالا عندي الطاجين نتاعي هذايا توا، بسم الله باش نبداو. بطبيعه الحال باش نبداو باش بالقمح كيما قلت لكم الكل مسوم ومضيف وشايح وكل. دونك القمح باش نبداو نحطو بشويه بشويه القمح نتاعنا، نسوموه سامحوني نقليوه وقت يبدا يتكتك وكل هاكا احنا نشوفوه. معناها كيما قلت لكم هذه اول تجربه ليا في البسيسه وحدي من غير ماما خاطر هي ديما تعملها والكل. دونك وان شاء الله خويتي زيدا باش نحطهم الكل، توريكم ان شاء الله من بعد كيفاش نخلطوها وباش نوريها معناها ليهم الكل. ان شاء الله تعجبهم وانتوما زيدا ان شاء الله تعجبكم، واللي يحب يجرب راهي سهله ونجموا نعملوها معناها فيسه فيسه. انا تو هاني قاعده نعمل في المحمص بالخضره، فوالا قلت نعمل شويه هكا باش نعمل البسيسه نتاعي وباش نهزوها بطبيعه الحال نرحيوها. يلا مع بعضنا الناس الكل، ما تنساوش لي لايك. حطينا القمح نتاعنا، خديت القصعه هذه اللي استبستوا اللي تشوفوها الكبيره اللوح باش نحطها هوني دو كوتي بطبيعه الحال، وخديت هذا حبيت نعمل كيما ماما بالضبط. دونك كيما تعمل هي الطاجين هذايا، ونبداو توا بشويه بشويه هكا نحركوا حتى لين معناها نحسوه يبدا يتكتك بالباهي، ومن بعد نكملوا بطبيعه الحال كيما تشوفوا هكا. معناها اكثر حاجه انه هذاك علاش انا حطيت الفطور باش نرتاح منه وكل، هاكا دو كوتي على خاطر يلزمنا نقعدوا واقفين معناها ونحركوا، فوالا ما لازمناش نخليوه معناها نقولوا هاكا باش يتقلى شويه، لا لازمنا نحركوا باش ما يتحركوش. فوالا
شوفوا هكا تبدل اللون بالباهي. دونك كملنا بالنسبه للقمح، توا بطبيعة الحال نسيسو ناخذ حاجه هكا فيه ما يتحرقش ونحط بطبيعة الحال. بسم الله فوالا ونكملو. شوفوا توا حطيت الحمص، الحمص قلت لكم معناها هو جاهز، انا فقط باش نعاود نزيد نعرجو شويه اكاهو. ان شاء الله نخليكم معناها في صندوق الوصف المقادير بالضبط انا قداش شريت باش نعمل البسيسه هذه. والحقيقه معناها نهارين معناها نقولوا احنا نهار هكا صومنا وخليته يشيح والكل، وتوا هذايا النهار الثاني اللي قاعده انا توا معناها كيما نقولوا احنا نعرج معناها في التوابل نتاعي والكل اللي باش نهزهم ان شاء الله للطاحونه. مهم جدا انه احنا نخليوها تبرد قبل ما نحطوها معناها في قبل ما نهزوها معناها يلزمها تبرد وبعد نحطوها. في حاجه كملناه كما تشوفوا ما شاء الله على الريحه بالحق ما شاء الله. دونك توا كالعاده نهزوا بحاجه هكا بسم الله فوالا. توا باش نمشيو ناخذوا العدس باهي كيف كيف العدس. دونك بسم الله كملناه فوالا. توا باش ناخو التابل شويه زاده اكاهاو خلي تحب معناها ترتاح شويه والكل. تعرفوا اللي عنده صغار دي مامي مسكينه تقول اللي عنده صغار ما ما نجمش معناها تقول ما نحبش نجي نمرض لكم وليداتكم والله. دونك قالت لي تنعمل انا شويه بسيسه وانت وانا بدي فاجاتها خاطر البارح كلمتها قلت لها شريت هكا وهكا بالحق معناها فرحت هكا قالت لي فرحت هكا خاطر على الاقل فوالا. دونك التابل سيء دونك باش نقص غاز الجلجلان خاطر سخون برشا يعني هكا كما قلت لكم هذه على طريقة ما. طيب نقول لكم من بعد شنو باش نضيف مكونات والكل، واكيد البسيسة كل بلاد وكيفاش تعملها وكل منطقة ممكن في تونس زادوا طريقتهم وكل يعني اكيد تختلف الطرق واكيد كل واحد كيما ديما نعاود نقول الطبخ كل واحد وطريقته. بسباس زادة thank you.
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de la mise en ligne de nouvelles vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Voilà, كملنا معناها البسيسة نتاعنا، دونك كملنا الكل معناها عرجناهم الكل كيما تشوفوها، حبيت تخليهم هكا باش تشوفوهم. دونك اكيد توا باش معناها باش نخليهم يبردوا، باش نضيف في نفس الوقت انا معناها قشور برتقال، سامحوني قشور رومان، سامحوني هذوما هكا شويه رند وشويه نعناع شايح. فوالا هذه كيما قلت لكم راه كل انسان وطريقته وكيفاش معناها يعمل بالنسبه للبسيسه. انا ماما هذه تزيد الخروب، تزيد المردقوش، تزيد زعتر الكليل، معناها قشور البرتقال. قشور البرتقال انا مش نضيفها من بعد على خاطر ما عنديش معناها هكا، مش نضيفها من بعد ونغربلهم، يعني برشا حاجات تحط فيها. انا حبيت نقرب شويه كيما تعملها ماما، بلقيته متوفر سواء عندي والا في كي مشيت نشري معناها عندي التوابلي. فوالا دونك كيما قلت لكم خليوها تبرد ونضيفوا هذوما، دونك رند ونعناع وقشور نتاع الرمان. والاهم حاجه انه من بعد نحطوها في قشره كيف ما هكا معناها باش نهزوها، سامحوني كي باش نهزوها معناها نرحيوها. هذه انا عندي هيك قشره مسكره معناها من الاجنب الكل، كيما نقولوا احنا قشره حتى نتاع مخده، فوالا مانيش نستعملوا فيها قديمه ولا حاجه، نغسلوها بالبي ننظفوها ونستعملوها. انا ديما هذوما خليهم كيما سيرتو كي باش نملح الزيتون والا حاجه، شفتها ديجا في تمليح الزيتون ولا تبسيس الزيتون الاكحل. دونك هذه هي القشره باش نحط فيها من بعد البسيسات نتاعي ونهزهم. ما نعرفش ممكن خاطر توا شويه صغيرات يجوا، يعني نهزها اليوم يا يعني نهزها نقول لكم ولا ينهزهم الصباح بكري ما نعرفش. فوالا كيما تشوفوا جبنا البسيسه نتاعنا، ما نجمتش نصبر الحقيقه، هزيتها فيسا على معناها للرحاي، ريحتها والكل بالباهي جبتها. دونك توا الريحه محليها ما شاء الله، معناها فريمون ناجحه بالضبط. كيما قلت لكم انا توا خليكم المقادير نتاع البسيسه اللي انا عملتها معناها بالجرام كل قد ما شريت بالضبط، نخليكم في صندوق الوصف اذا انتم زاده حابين تجربوها لاول مره. دونك توا باش نغربلوها، انا الحقيقه ما لقيتش الغربال نتاعي، ما نعرفش عليه مين، هذيك حال يبدا عايش من قداش من دار. دونك فوالا، دونك انا خديت هاكا، انا بديت دونك خديت هذه الصفيه. دونك تاخذ برشا وقت اما لا غالب، انا ما لقيتش دونك يزني هكا بشويه بشويه حتى لين نغرب لهم الكل. وتوا ان شاء الله نوريكم زيدا كيفاش انا باش نخلطها والكل. وفوالا هاكم معايا. دونك فوالا كيما قلت لكم انا بديت نغرب، لازمنا نغربلو معناها البسيسه بالبيت، بديش معناها شويه حمص ولا حاجه قعدت معناها والكل. انا فوالا انتم الغربال احسن لكم، معناها لازمكم غربال، انا الله غالب دونك ما لقيتوش. فوالا هذه هي البسيسه نتاعنا ما شاء الله، كميه اللهم بارك. دونك ها هي القصعه بعد شويه باش تشوفوها، دونك ما شاء الله هذه هي القصعه نتاعنا. دونك غربلناه كملنا والكل، الحقيقه نقولوا يعطيه الصحه، انا باش نرجع نقولوا يعطيك الصحه في الرحيه، خاطر بصراحه ما لقيتش معناها حاجه هيك بسيطه على الاخر، لقيت فيها ترحات بالباهي بالباهي، يعطيه الصحه. تو باقاني كان باش نخلطها، نوريكم طريقتي كيفاش باش نخلطها وكيفاش باش نزينها. وبطبيعه الحال لازمني نذوق الناس الكل لاني اول مره نعمل البسيسه، دونك امي واخواتي والكل. دونك سي سيغ سيغتو اخواتي معناها يضحكوا شويه يقول يا باش تعمل البسيسه باش نذوقهم باش نوريهم، معناها نقول لهم راهي نجموا نعملوا البسيسه وانتم زاده، واكيد هما باش يتشجعوا يعملوها متاكده. واهم زاده ماما زاده لي انا هي لازمني نذوقها وتقول لي عاد هي رايها، اكيد رايها يهمني هي اول واحده. فوالا يا ريتني نجم نذوقكم انتوما زيدا. يلا نمشيو نخلطوا البسيسه نتاعنا مع بعضنا ونشوفوا كيفاش زيناها وكيفاش نخلطها والكل. يلا شجعوني شجعوني باتلي لايك. توا باش نرجع كيما قلت لكم باش معناها نخلطوا شويه بسيسه. دونك انا خديت كميه هوني حطيتها في الطبق هذا ولا السلاجي هذه، وهذه زاده كيف كيف كميه اخرى. دونك فما كميه انا باش نخلطها بالفاكهه وكميه باش نعملها بالشاميه خاطر بنتي تحبها معناها برشا. دونك وهذه دونك كميه بالفاكهه اللي انا باش نحطها معناها في دي في هذوما هكا ونزينهم وكل هذوما اللي باش نذوق منهم بطبيعة الحال الناس الكل، يعني انا اول مره نعمل البسيسه. دونك فوالا لازمني نذوق شويه، واكيد باهي زاده كمان كي نبارطاجيو هكا حاجات مع حبيبنا واصحابنا. وكما قلت قبلت منيت كوني انا زاده نعطيكم كل واحد نعطيه بايتو من البسيسه اللي انا عملتها. قبل ما نبداو نخلطوا نسيت انا حاجه باش نقولها، وقت اللي جبت البسيسه نتاعي والكل انا راني ضفت لها القشور نتاع البرتقال، دونك عندي حاضره
مرحيه وكل جوست معناها انا غربلتها شويه وكهو وخلطتها مع البسيسه نتاعي. معناها انتم زاده تنجموا كان عندكم كما قلت لكم القشور سينو كان عندكم حتى القشور البرتقال بودره تنجموا بعد ما تجيبوا البسيسه نتاعكم تخلطوها تزيدوا شويه وتنجموا تزيدوا حتى معناها حاجات اخرين تحبوا معناها تخلطوا بهم. دونك انا توا عندي زيت زيتونه كما تشوفوا هوني عندي سكر محور وعندي هوني شويه فاكهه معناها عرجتها وكل هوني فوالا ريحتها معناها مش برشا متوسط معناها الريحه نتاعها. دونك انا تو باش ناخذ السكر محور بيت الحال باش نغربلو بسم الله. السكر ديما حسب الرغبه معناها قديش نحبه بالضبط السكر معناها فما اللي يحبها برشا حلوه فما اللي يحبها متوسطه انا باش نعملها معناها متوسطه مش برشا حلوه ولا ضفنا الفيكيا نتاعنا نزيدو كيف كيف الزيت بسم الله ونخلطو هذه كمية معناها صغيرة كل ما معناها هي انا الحقيقة كما قلت امي تقول امي نزلت فيها البركة معناها ما شاء الله كمية ما شاء الله برطو ما عملتش برشا ناخذ بشوية انا ديما البسيسة ونخلط ما نخلطهاش الكل معناها هيك بشوية وكيتوفة نزيد حتى للصغار كيف كيف. لو خليكم فيديو زادة كيفاش خلطت مع الصغار البسيسة هو كان روتين والكل تو نخليكم الرابط في صندوق الوصف. بيتمنى سيء معناها ال معناها البرتيلولا اللي احنا عملناها بالفيكيا اوبس. دونك تاو باش نحطو هوني من بعد نخليو جوست باش نزينوهم وباش نخلطو الاخرين اللي قلت لك انا باش نعملهم بالشامية باش نوريكم معناها طريقتي كيفاش نخلطها بسم الله. ولا هذوما باش نخليوهم من بعد نزينوهم ناخذ طوا. دونك هذا شويه اخرى زاده من البسيسه فوالا توا باش نحط الشاميه انا خديت هكا اللي بنتي تحبها خديت هوني عسل فوالا مانيش باش نعمل الحقيقه السكر نحط العسل وشويه شاميه حلوه العسل كيف كيف انفع. وتوا باش ناخذوا الزيت بسم الله بعد ما نكملوا نخلطوا ما تبقى لنا كان باش نحطوهم في لي بواط نتاعهم ولا في اللي ولا في الصحيفات اللي باش نذوقوهم وكل مع بعضنا ومن بعد نزينوا بيت الحال الزينه كل واحد كيفاش يحب بالموجود عنده في الدار ينجم يزين بالدقله بالشريحه شويه فيكيا ما شاء الله ريحه محليها.
لا، هذه هي الوصفة متاع البسيسة لليوم اللي أنا عملتها لأول مرة. طريقة ناجحة برشا ومزيانة زادة، نتمنى أنتم زادة تجربوها. خليكم إن شاء الله المقادير وكل في صندوق الوصف. هكا كيفاش زينتها أنا؟ فوالا اللي بالشامية كيما عملناها مع بعضنا، دونك زينتها هكا، زدتهم شوية زبيب والأخرين فوالا هكا، وهذوما زادة اللي كيما قلت لكم يعني باش نذوق منهم الحباب والأصحاب أكيد. ما تنساوش لي لايك لي لايك لي لايك كان حبيتوا الغوسيت لأول مرة أنا نجربها، البسيسة التونسية على طريقة ماما وبطريقتي زاد زوز مع بعضهم. يلا نهاركم أسعد الأيام، الناس الكل، وربي يفضلكم وفي لمن الله وبسلامة.